السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا إننا هنبدأ نناقش موضوع الـ DNA structure، وبدأنا بشوية معلومات بسيطة كده، وقلنا هنبدأ كل شوية أو مع الوقت نبدأ نستزيد من موضوع الـ DNA structure ونعرف القصة من أولها. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مجموعة من العلماء اللي ساهموا في موضوع الـ DNA structure، واتكلمنا على كل واحد فيهم بشكل عام، وقلنا هنفصص ونعرف كل واحد فيهم عمل ايه في موضوع الـ DNA structure. بعد كده ابتدينا نقول الـ DNA structure اللي عمله واتسون وكريك اعتمدوا في شغلهم على ايه من شغل المعمل او الاكسبيرمنتال المجربة معمليا. قلنا حاجتين، الـ base composition analysis وده اللي هنتكلم عنه النهاردة، والاكس-ray diffraction وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل الحلقة اللي جاية. كمان اتكلمنا عن مين هو واتسون ومين هو كريك، وكان في معلومتين مهمين جدا عن كل واحد فيهم. واتسون قلنا ان هو بدأ حياته بعلم الطيور في سن ال 15، ووصل لموضوع الـ DNA structure في خلال 9 سنين بس، ان هو يوصل لحاجة مهمة زي دي في سن ال 24 سنة. دي معلومة بتاعت واتسون. كريك كنا بنقول ان هو undergrad student كان بيدرس الفيزيكس في وهو undergrad student، ووصل لموضوع الـ DNA structure في سن ال 35، والراجل ده كان شغال على الاكستري ديفراكشن للبوليبيبتايدز والبروتينز. وقلنا المعلومات دي مهمة ليه؟ مهمة عشان احنا بنقول ان من ضمن الحاجات اللي اعتمدوا عليها في موضوع الـ DNA structure هو الاكستري ديفراكشن، فالراجل ده كان عنده باك جراوند عن الموضوع ده. بعد كده اتكلمنا عن تو مودلز اتعملوا قبل ما الموديل بتاع واتسون وكريك يتعمل، وقلنا الموديل بتاع بولينج، وقلنا ان بولينج، طبعا انا براجع فبتكلم بسرعه، وقلنا ان بولينج كان بيقول انه النيتروجين بيزز بتاعت الدي ان ايه موجوده في خارج الموديل، ولكن ده كان خاطئ، فبالتالي ده كان بيقولوا عليه خطأ ساذج لعالم كبير زي بولينج. مش بس كده، كان في موديل تاني اللي هو بتاع فريزر، وفريزر كان اصح موديل في الوقت حينها او ساعتها، كان بيقول انه الفوسفات، مجموعه الفوسفات موجوده بخارج الجزيء، ومجموعه النيتروجين او النيتروجين بيزز موجوده بداخل الجزيء، وده كان تقريبا مشابه للنموذج الصحيح بتاع واتسون وكريك، ولكن كان عنده غلطه يعني ضيعت عليه كل حاجة، وان هو بيقول ان الـ DNA بيتكون من 3 strands، احنا الطبيعي بيتكون من 2، هو كان بيقول 3، ولكن كان التركيب اللي هو عمله كان صحيح. الخطأ الوحيد اللي موجود عنده ان هو كان عدد الـ strands اللي بيتكون منها الـ DNA. مش موضوعنا كل ده اتناقشنا عنه عليه في الحلقة اللي فاتت. موضوعنا النهاردة ان احنا نتكلم على الـ base composition studies اللي عملها عالم كبير جدا اسمه شار جاف. شارل جوف ساهم بشكل مباشر في معرفة الـ DNA structure بواسطة واتسون وكريك. شارل جوف عمل ايه؟ شارل جوف جاب مجموعة من الكائنات واشتغل عليها، الايكولاي، اليست، السيلز بتاعة الهيومن، وبدأ يستخدم الكروماتوغرافي وبالاضافة الى التقنيات التحديد الكمي. الاثنين دول او التقنيتين دول، الكروماتوغرافيا اللي هي فصل بتفصل، والتحديد الكمي او تقنيات التحديد الكمي، قدر شارل جوف ان هو يحدد نسب القواعد النيتروجينيه او النيوكليوتيدز اللي موجوده بداخل الـ DNA في مجموعه من الكائنات، وطلع لنا كونكلوجن هنعرفه بعد شويه. تعال ناخد مثال على الشغل بتاع شارل جوف في الايكولاي. شارل جوف في الايكولاي قال لنا ان نسبه الادينين في الايكولاي، استخدم ايه؟ كروماتوغرافيا عشان يفصل، والتقنيات التحديد الكمي عشان يحدد الكميه، يبقى هو فصل كل حاجه لوحدها وبعد كده حد كميتها، فقال لنا ان كميه او نسبه الادينين في الايكولاي، الدي ان ايه بتاع الايكولاي، كانت 24%، بينما نسبه الجوانين كانت 26، السيتوزين 25، السامين 23. ده بشكل عام اللي قاله تشارل جوف. طب ده مهم ليه؟ مهم في حاجتين، اولا هنطلع الكونكلوجن دلوقتي، وثانيا ان هو كان في نظريه لو تفتكروها اتكلمنا عنها كذا مره في الحلقات اللي فاتت، وهي النظريه اللي كانت بتقول ان الدي ان ايه بيحتوي على نسب متساويه من النيوكليوتيدز، نسب متساويه من النيوكليوتيدز، يعني الاي 25، التي 25، السي 25، وهكذا. الكلام دون شارل جوف بيقول لنا الكلام ده مش صحيح، وانا جربته عمليا وفصلت القواعد النيتروجينيه وفصلت النيوكليوتيدز، و
اشتغلت على اكتر من كائن وكمان اشتغل على الهيومن، يعني 29% الادينين في الهيومن، 20% الجوانين، السيتوزين والسايمين. تعال نقول الكونكلوجن الجميل اللي قاله تشارجوف. تشارجوف قال انه الاماونت اوف ادينين، الكمية بتاعة الادينين مقربة للكمية بتاعة السايمين. تعال نرجع نشوف نتائج تشارجوف. قال لك هنا الادينين اهو 24%، لو رحنا عند السايمين هنلاقيه 23%، تقريبا زي بعض 23% 24%، الفرق مش كبير. تعال نكمل. قال لك كمان الاماونت اوف جوانين تقريبا مقاربه للاماونت اوف سيتوزين. تعالوا نشوف، ادي الجوانين 26%، ادي الجوانين 26%، والسيتوزين 25%. ايه ده؟ ده تشارجوف بيطلع حاجات اول مره نسمع عنها بالشكل دون، لان احنا كنا فاكرين ان كلهم قد بعض. الكلام ده غلط. طيب ايه تاني؟ تشارجوف قال لك انه الكميه او النسبه بتاعه السي والجي مع بعض نوت، يعني غير ضروري ان هم يكونوا مساويين للكميه بتاعه الاي والتي. الله عليك الله عليك، ايه الجمال ده؟ طب حلو قوي، يعني الجي والسي ككميه مع بعض هم متقاربين نسب مع بعض، بس لو جمعناهم مع بعض وجمعنا الاي والتي هنلاقي ان الاثنين نسبتهم مش متساويه، يعني من الاخر مش 50-50. تعالوا كده نشوف، لو جينا نشوف على نسبه الجي والسي هنا هنلاقي ان هي 51 ولكن الاي والتي 48. كمان قال ملحوظه مهمه جدا، قال ان النسب مختلفه خلال الاورجانيزمس، يعني النسبه بتاعه التي الاي في الايكولاي كانت 24%، في اليست كانت 30 او 31 وهكذا، يعني النسب مختلفه خلال الاورجانيزمس المختلفه. الكونكلوجن الجميل اللي طلعه تشارجوف دون استخدمه واتسون وكريك، وهنفهم ازاي في الحلقات اللي جايه ان هم يبروبوز الموديل بتاعهم او ان هم يعملوا بريدكشن لدي ان اي ستراكشر موديل. بالاضافه كمان انه تشارجوف دحض او نقد النظريه اللي هي كانت بتقول تترا نيوكليتايد هايبوثيسيس، اللي لو رجعنا فوق شويه كده هنلاقي ان هي كانت بتقول ان الدي ان ايه بيحتوي على كميات متساويه من القواعد النيتروجينيه او كميات متساويه من الفور بيزز اللي هي النيوكليتايد بتاعه الدي ان ايه. اسهامات تشارجوف مره تانية ساهمت في المعرفه بتاعه الدي ان ايه ستراكشر عن طريق واتسون وكريك موديل، وفي الحلقات اللي جايه هنعرف ساهمت في ايه وواتسون وكريك استخدموها في ايه لما قالوا الموديل بتاعهم. بيس كومبوزيشن اناليسيس هي حاجه من الحاجتين اللي اعتمد عليهم واتسون وكريك. الحلقه اللي جايه هنتكلم على الحاجه الثانيه وهو الاكس راي ديفراكشن. شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه وسلام عليكم.